استمراراً لمسيرة الدعم للشركة العمانية لنقل الكهرباء، وهي إحدى شركات مجموعة نماء، ومن منطلق ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم تخصيص المناقصات ذات القيمة المالية التي لا تتجاوز 10,000 ريال عمانية لحاملي بطاقة ريادة، حيث تحث الشركة العمانية لنقل الكهرباء الراغبين من الشركات في العمل معها بالتسجيل وتعبئة الاستمارة وإرسال البيانات المطلوبة للشركة عن طريق البريد الإلكتروني oetc.sme@omanigrid.com أو عن طريق مسح الـ QR Code لتعبئة الاستمارة، وذلك لاستلام المناقصات وطلبات الشراء بشكل تلقائي، حيث تتلخص طريقة التقديم للمناقصة في الآتي: إعداد عرض أسعار شامل وموضح بها جميع التفاصيل المطلوبة من حيث المواصفات والسعر وتوقيعها وختمه في ورقة الشركة الرسمية، ثم إغلاقه بإحكام وذكر رقم الطلب أو رقم المناقصة ووضعه في صندوق المناقصات بمقر الشركة العمانية لنقل الكهرباء بالمكتب الرئيسي بمنطقة المواليح.